تطور فن الطبيخ في الأندلس واكب تطور الحضارة الأندلسية. في الوقت الذي بدأت فيه تتطور حضارة الأندلس بدأ يتطور فن الطبيخ سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون. بالنسبة للمحاضرات سترصد تطور الطبيخ الأندلسي في المغرب وإسبانيا والنقاط التشابه والاختلاف، والجلسة الثالثة هي تذوق الأطعمة الأندلسية، وفي هذا تم وضع كتيب خاص يبين هذا التطور، فكل واحدة من الوصفات التي سيتم تذوقها تم تحضيرها من طرف خبيرتي في فن الطبيخ، خبيرة إسبانية وخبيرة مغربية، وهذه الوصفة تستند على كيفية تحضيرها من طرف هاتين الخبيرتين، ولكن استنادا على المصادر الأندلسية. فكل وصفة وضعناها في هذا الكتيب كيف وردت في كتب الطبيخ الأندلسي، مثل كتاب فضلات الخوان لابن رزين، أو كتاب الطبيخ والصيدلة في المغرب والأندلس على عهد الموحدين، أو كتاب التغذية لابن زهر. ثم كيف تحضر اليوم، لأن هناك بعض الوصفات وردت في المصادر الأندلسية وقع عليها التطور، لأن بعض المواد التي توجد اليوم لم تكن موجودة في الزمن الأندلسي، مثلا الطماطم لم توجد إلا بعد اكتشاف أمريكا، وبالتالي دخلت المطبخ الأندلسي، ولهذا لا نجدها في المصادر الأندلسية، ولكن نجدها اليوم عند خبراء فن الطبيخ المغربي الأندلسي. التاريخ الاجتماعي هو في حركية دائبة، لأن التاريخ الاجتماعي يصنعه الإنسان، والإنسان يجدد، الإنسان يتحرك، الإنسان تدخل عادات جديدة. الآن أن نجد هذه التقاطعات بين المغرب وإسبانيا، هذا يعني أن هناك تاريخ مشترك، لأن هذه الكتب، أهم كتب الطبيخ الأندلسي، ألفها أصحابها على عهد الموحدين، مثل ابن زهر، مثل ابن رزين، مثل المؤلف المجهول. فعهد الموحدين المغرب والأندلس كانت دولة واحدة، وهذا يعني أن هذا التاريخ المشترك يعود إلى الماضي، ولكن هناك استمرارية اليوم، لأن العديد من هذه الوصفات التي نأكلها نحن عندنا في المغرب توجد في 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 إسبانيا، لكن ليس فقط في إسبانيا، توجد حتى في أمريكا اللاتينية. مثلا وصفة الكسكس هي وصفة مغربية، فوصلت إلى الأندلس، ومن الأندلس إلى أمريكا اللاتينية، والآن وصفة الكسكس هي من الوصفات التقليدية في شمال البرازيل. أيها الحضور الكريم، عنوان مداخلتي كما جاء في البرنامج هو الأطعمة والأشربة حسب يعني المصادر الأندلسية القديمة. محاضرة سوف تنصب بالأساس على الحديث عن الأطعمة والأشربة في المغرب والأندلس، وذلك من خلال المصادر القديمة. جميل هذه الالتفاتة من كرسي الأندلس بأكاديمية المملكة المغربية للحديث بصفة أساسية عن التراث المطبخي في المغرب، التعرف على أصوله، التعرف على جذوره. سوف أتحدث يعني بصفة رئيسية على مصدر أندلسي قديم يعود إلى القرن الثالث عشر، وبالضبط في فترة بداية الحكم المريني بالمغرب. صاحب الكتاب هو ابن رزين التجيبي، وعنوان الكتاب هو فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان، وهو يتحدث عن الأصناف، المأكولات والوجبات التي كانت تحضر في المغرب وفي الأندلس. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.